ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي بقى بعد ما عملنا البيتي فور الجميل اللي ورايا ده، هنعمل كحك العيد الجلوتين فري ومقاديره كالاتي: نص كوباية دقيق رز، طبعا عاملة مقادير صغيرة، عايزين نكتر دي حاجة اختيارية. نص كوباية دقيق ذرة أبيض، نص كوباية دقيق رز، نص كوباية سكر بودرة. كفاية كده كتير اوي، حاسة ان هو كتير، خلي دول كمان ايه في الاخر. تلت كوباية سمنة، بس نجيب سباتشيلا. ننزل السمنة و تخلص من دولة وهشطه في ايدي. يبقى نص كوباية دقيق رز، نص كوباية دقيق ذرة ابيض، تلت كوباية سمنة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ماشي نستخدم دي، معلقة صغيرة من البيكنج باودر المفروض تتحط على الدقيق طبعا، وذرة الملح برضو تتحط على الدقيق. يعني ايه ذرة الملح؟ سمسم متحمص، معلقة كده على حسب الاختيار، كيس فانيليا، وتقليبة، ونبتدي بقى ايه ندخل ايدينا ونعجن. المقادير هنا نعيدها مع بعض: نص كوباية دقيق رز، نص كوباية دقيق ذرة أبيض، نص كوباية سكر، تلت كوباية سمنة، معلقة كبيرة أو متوسطة أو صغيرة سمسم متحمص، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة فانيليا، وممكن هنا نحط قرفة، كنت هنسى القرفة، معلقة صغيرة أو نص معلقة من القرفة دي حاجة. ونعجن بقى كويس قوي الكلام ده ونبتدي نشتغل فيها. وطبعا انا مجهزه شويه قبل الحلقه عشان حبه صغيرين، المقادير دي صغيره قوي قليله، انا مجهزه شويه قبل الحلقه عشان نشتغل فيها ونعملها مع بعض، ونبتدي بقى نفرد بالراحه خالص. بصوا بقى هقول لكم على حاجه، كحك العيد انا بحب اعمله بطريقه كده هوريها لكم لطيفه، ان احنا نفرد بس بالراحه عشان ايه هو لونه كده عشان فيه قرفه. اوكي، يعني اللي انا مجهزاها دي اصلا فيها قرفه، نفرد بالراحه كده. بسم الله، اراجع معاكم طيب مقادير البيتي فور واحنا كده دي عين الجمل عشان نحشي مكسرات بقى، راجع معاكم المقادير بتاعه البيتي فور: كوبايه دقيق رز، كوباية دقيق رز، نص كوباية دقيق ذرة، ثانية واحدة، تلات أرباع كوباية سمنة، بيضة، معلقة صغيرة فانيليا، ونص كوباية سكر بودرة، وبيضة ومعلقة صغيرة فانيليا، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. هوريكم بس هنا في دماغي فكرة معينة عايزة اوريها لكم توفر نوعا ما الوقت. حابين بقى هنا مثلا، هو طري قوي طبعا عشان السمنة، يعني مفيش حد ايه افتكاسة ان حد يفرد كحك بنشابة، دي حاجة جديدة يعني يعني ايه حاجة كده ايه اختراعات يعني. في ممكن نجيب كمان كيس يساعدنا ان احنا نحطه، يعني هوريكم، نحط كده وكده حاجة صغيرة مكسرات وهكذا، وبعدين نجيب الجزء ده بالراحة خالص كده ونقفل بيه
نبتدي نتك كده، نقفل كويس وكده. كده انا حاسه بالحشوه هي فين، ونفس الحكايه هنا ونفس الحكايه هنا. ابتدي كده ايه اعمل فواصل بايدي، ودي دي دي كانت عندي في البيت، كانت بتاعت ام كده بتاع كريم شانتيه، اتكسرت. فوانا بجرب الكحك في البيت قلت هشكله بايه يا ربي، هشكله بايه؟ طبعا ولادي يعني ما شاء الله، يعني ما فيش حاجه في مكانها اصلا يعني، فالحاجه لو بتن يعني لو ليها رجلين هتقوم تجري وراهم تتخانق معاهم. فقعدت ادور، ففتحت درج من الادراج لقيت دي، هي حاجات صغيره اللي هي اين اشيائي، يعني تلاقوا حاجات كده تفتكروها ملهاش لازمه بس بتنفع. فقلت طب ما تجربي بيها يا بنت يا سمر كده، اعملي بيها. فجيت اعمل بيها، جت معايا سبحان الله. بصوا عملت شكل عامل ازاي، غطى عمل شكل يعني ايه اهو، تاني عمل شكل جميل اهو. يعني اللي ما عندوش حاجه بقى افتحوا الادراج دلوقتي بقى، طلعوا بقى ايه كل اي حاجه بقى. انتوا عارفين انا ساعات ما ببقى مش لاقيه حاجه شكل بيها او بتجيلي فكره معينه، بدخل ادور في لعب العيال، بقعد اشوف ايه في لعب العيال ممكن اعرف اشتغل بيه. وكده والله بجد يعني مفيش احسن، مفيش. بصوا اللي قرر يعمل حاجة خلاص لازم كده، اللي هو يعني مفيش اجمل من احساس ان الواحد عايز يعمل حاجة تفرح حد. خلاص الواحد ما مقرر ان هو عايز يعمل حاجة زي كده، يبقى بقى ما يسمحش لأي حاجة توقف. ممكن نعمل نشكل دي كده ونقفل بيها، نبطط 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 تاني وهكذا ونقطع. بإيه بقى كده هتفك اهي، بصوا اهي، وهكذا ونبطط دي برضو ونقطع. ونلم الكلام ده طبعا، نخلي بالنا بقى واحنا ايه لابسين هدوم، عشان يعني انا اجدع واحده بخلص التصوير الاقي كل هدومي بقع، فيعني والمفروض اصلا الشيف يعني الشيف المفروض تبقى كمام ونظيفه والمرياله بتاعته هي المتعاصه او كده. هغسل ايدي وممكن هنا بقى اوريكم نشيل دي، ومعلش همسح ايدي تاني واعيد معاكم المقادير واحنا كده شغالين مع بعض. الفرشه خلاص معلش انا استخدمتها، فهدهن هنا باي منديل مسحه كده صغيره. عايزه بس اراجع معاكم مقادير هنا، نص كوبايه دقيق رز، نص كوبايه دقيق ذره ابيض، تلت كوبايه سمنه، معلقه كبيره سمسم او معلقه صغيره على حسب الرغبه، رشه قرفه او نص كوبايه قرفه، وايه تاني، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وكيس فانيليا او نص او ربع معلقه فانيليا صغيره، وحطينا السمسم وتلت كوبايه سمنه، هنحط ونص كوبايه سكر. عايزين تضربوا السمنه مع السكر الاول دي ماشي اوكي، وبعدين تحطوا البيكنج باودر السمنه مع السكر تحطوا عليها الفانيليا، وبعدين البيكنج باودر في بوله هنحطه على الدقيق والقرفه ونقلبهم مع بعض. ممكن ننزلهم على السمنه مع السكر بالتدريج، دي حاجه. حابين هنا بقى تنقشوا الكحك باي نقشه كانت وهكذا.
نقشه بقى باي حاجه. انا بحب دايما ان انا اعمل باقل الامكانيات اللي موجوده في اي حته في الدنيا. يعني ايه؟ في ناس مش هتعمل ميزانيه ان هي تشتري حاجات عشان يوم ولا يومين. في ناس تبقى ميزانيتها ان هي تجيب لبس عيد وتفرح اولادها بحاجات تانيه، ومالها الشوكه ومالها غطا حاجه. اهم حاجه ان احنا نحس بروح العيد وببهجتها وبجوها الجميل. هندخل الكحك على درجه حراره 180 لمده تلت ساعه ونبص عليه ونخلينا متابعينه، واول ما يخرج هيبقى بالشكل الجميل ده. ونديله رشه كمان من السكر الابيض. وعايزه قبل ما اختم الحلقه اوجه شكري لدينا شوقي صاحبه المدونه اللي انا جبت منها الوصفات دي. الوصفات دي انا ما عملتش فيها اي حاجه ولا فكرت فيها باي حاجه. دي من مدونه دينا شوقي. ميرسي يا دينا قوي، جزاكي الله كل خير. بشكرك باسم اي حد هيتفرج على الحلقه وهيعمل الوصفات دي، فده بفضلك انت. انا ما عملتش حاجه غير ان انا نقلت فكرتك. وكل عام وانت بخير، وكل عام وانتم كلكم بخير وصحه وسعاده وتفاؤل وامل. بحبكم قوي واشوفكم في حلقه جديده. الوصفات على الموقع، عايزين اي حاجه تعرفوا توصلوا لي. واشوفكم بخير ان شاء الله. سلام.